مجلس الوزراء أبو 18 وزير ورئيسهم اجتمعوا وماذا صنعوا؟ يا ريتهم لو حلوا لنا مشكلة المواصلات، يا ريتهم لو حلوا لنا مشكلة الخبز، يا ريتهم. إن شاء الله يوعدونا ساكت، يقول له بتاع الإعلام ده يا أخي وزير الإعلام ده عليك الله أمره، كلم الناس يقول لهم إن شاء الله الأزمة دي قربت تتحلى، بس يقول لنا الكلمتين ديل بس. يتضامن معنا نحن المساكين هؤلاء اللي بنجيف صفوف العيش، صفوف البنزين، صفوف شنو؟ مواصلات ما فيش، مواصلات ما في. يا مجلس الوزراء ما في مواصلات، الناس بيقروش ما لاقيها. بدل ان يحل هذه المشاكل، طبعا هو خطه ما عنده، قاعد ساكت شهرين ولا 50 يوم ولا كم، 50 يوم مجلس الوزراء قاعد بدون خطه، قاعد ساكت شهرين، مرتبات ياخذوها من عرقنا وما عندهم خطة يقدمونها للناس. لما تكلم الشيخ عن الوزيرة ورفعت الوزيرة دعوة ضد الشيخ، وقف مجلس الوزراء. أن يكون مجلس الوزراء لا يعرف القانون. ماذا تقول هذه المادة؟ تقول المادة وهي بعنوان التأثير على سير العدالة، بعنوان المادة التأثير على سير العدالة. ماذا تقول هذه المادة 115؟ تنص المادة 115 من قانون السودان الجنائي للعام 1991 نمرة 1، من يقوم، أقرأ اسمعوا الكلام ده بس، من يقوم قصدا، قاصد زول بيقوم يعمل، من يقوم قصدا بفعل بعمل يعني بحاجة من شأنه التأثير على عدالة الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. دي نمرة 1. نمرة 2، كل شخص من ذوي السلطة عديل كده، هذه المادة، أي زول يرجع للمادة 115 نمرة 2 الفقرة الثانية، قال شنو؟ قال كل شخص من ذوي السلطة العامة يقوم بإغراء، هو يأمر وزير العدل أن يتخذ الإجراءات التي تؤيد هذا التضامن. ما تتضامن مع بنات دارفور اللي اغتصبوهن ديل؟ ما تتضامن مع أسر الشهداء وتخرج بيان يا مجلس الوزراء وتأمر وزير العدل بأن يسرع الإجراءات في الوصول إلى الجناة؟ الناس الفضل الاعتصام ديل ما في جيل، خلاص الوطن بلعتن. كل شخص ولا بتقول كل شخص من ذوي السلطة العامة يقوم بإغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم. يقول لي شيخ عبد الحي نحن مع فلانة دي ضدك، نحن ضدك. أنا لا أدافع عن الشيخ عبد الحي، وإنما أتكلم عن هذا العمل الفعل. معنى أي زول تاني يقوم يتكلم في أي وزير ولا في أي عمل يخص وزارة ما، هذا مصيره. وين الحرية والسلام والعدالة؟ أي شخص، كل شخص من ذوي السلطة العامة يقوم بإغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلي أو لئلا يدلي بأي معلومات في أي دعوة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، أو بالعقوبتين معا. مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، أنت مجلس الوزراء لكل السودان وليس للوزراء فقط، تدافع عن حقوق المواطنين أينما كانوا وكيفما كانوا ولو اختلفوا معك، أنت تدافع عنهم وتقيف
على الحياد، لا مع هذا ولا مع هذا. ثم هذه مسألة معروضة على القضاء، دع القضاء يقول رأيه ويقول بعدك تأيد ولا ما تأيد، لكن قبل إجراءات سير القضاء، وليس لسه القضاء ما نظر فيها تقوم تتكلم عن هذا الموضوع يا مجلس الوزراء. الثورة التي أتت بكم من أجل رفع الظلم عن الناس، الظلم الذي كان يمارس على الناس باسم الدين وباسم السلطة، الثورة هذه قامت من أجل أن ترفعه عن الناس. الآن أنتم تفعلون نفس الشيء باسم السلطة، تريدون أن تقيموا الظلم بين الناس. يا مجلس الوزراء، عار عليكم والله أن تخالفوا واحدا من شعارات الثورة، وها أنتم تخالفونها الثلاثة جميعا، حرية وسلام وعدالة. من حق الإنسان أن يقول رأيه في الحزب الجمهوري ولا في حزب الأمة ولا في حزب الإخوان المسلمين ولا في أي حزب، يقول رأيه. ومن حق الحزب أن يدافع عن نفسه، لا أن يقف مجلس الوزراء مع هذا أو مع ذاك. ترفعوا، أنتم مسؤولون من 40 مليونا وليس من وزيرة واحدة.